سوف نتعرف في هذا الجزء على كيفية إنشاء المهام tasks داخل البرنامج. والمهمة task عبارة عن فعل شخصي أو خاص بالعمل نريد تتبعه حتى تنفيذه، ويمكن تحديد المهمة لتنفيذها مرة واحدة أو تكرارها على فترات زمنية منتظمة، كما يمكن تكرارها عدد محدود من المرات على حسب تاريخ معين نقوم بتحديده كنهاية لهذه المهمة. على سبيل المثال، يمكننا إنشاء مهمة تاسك لإرسال تقرير خاص لمدير الشركة في آخر خميس من كل شهر. ولإنشاء مهمة تاسك جديدة، نفتح المجلد تاسك بالضغط على الاختصار الخاص بهذا المجلد من شريط الأدوات Outlook، ثم نفتح القائمة فايل ونختار تاسك من القائمة الفرعية New، أو نفتح القائمة Actions ونختار New Task، أو نضغط على المفتاح New من شريط الأدوات القياسي Standard Toolbar، فتظهر النافذة Untitled Task، ومن خلال هذه النافذة نقوم بإدخال بيانات هذه المهمة، فندخل موضوع المهمة Task في الخانة Subject. ومن القائمة Start Date نحدد تاريخ بداية المهمة، وفي الخانة Due Date نحدد التاريخ الافتراضي لنهاية المهمة. فيقوم البرنامج بتشغيل الاختيار Reminder تلقائيا لتذكيرنا بموعد انتهاء هذه المهمة. ومن هذه القوائم نقوم بتحديد وقت وتاريخ ظهور التنبيه Reminder الخاص بهذه المهمة. ومن القائمة Priority نحدد درجة أهمية المهمة. وفي الجزء السفلي من هذه النافذة نقوم بكتابة الملاحظات التي نريدها عن هذه المهمة، كما يمكننا تحديد وقت تكرار هذه المهمة كما نريد. فإذا أردنا على سبيل المثال تكرار هذه المهمة في آخر خميس من كل شهر، نضغط على المفتاح Recurrence، ومن الجزء Recurrence Pattern نختار Monthly، ونشغل الاختيار ذا، ونختار Last من القائمة المجاورة، ونختار Thursday من هذه القائمة، وفي الخانة of Every نترك الرقم 1 كما هو، وذلك لتكرار المهمة في آخر خميس من كل شهر، ثم نضغط على المفتاح OK، ولحفظ المهمة وإغلاق النافذة نضغط على المفتاح Save and Close من شريط الأدوات القياسي Standard Toolbar، فيظهر موضوع المهمة الذي قمنا بإضافتها في العمود Subject، ويظهر التوقيت الافتراضي لتنفيذ هذه المهمة في العمود Due Date.